أبو حامد قال لك أنا ما حبيت أتكلم في الفلسفة حتى أدرسها وأكون فيها كأنبغ من نبغ فيها في عصري، أذكى فيلسوف في عصري أتفوق عليه أنا، بعدين بتكلم في الفلسفة. يا سلام على المصداقية، يا سلام، هذه المصداقية. مثل اليوم يتكلم لك في أشياء لا يعرف إلا الأسماء منها، كل الأوثان والوثنيات منشأها هذا النزوع إلى التباهي والكذب. طيب، الذين عبدوا أحجاراً قدوها بأيديهم، صنعوها بسواعدهم وأقاموها في أماكنها ثم عبدوها لم يبرحوها فنظلوا لها عاكفين، ما الذي خدعهم؟ الاسم، سموها آلهة. يا سلام، أصبحت آلهة؟ الله يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ أسماء هذه؟ القرآن هنا يشير مرة أخرى أيضاً إلى هذه الورطة الكبرى التي يتورط فيها الإنسان والبشرية المخدوعية، أن نخدع بالأسماء وبالملصقات. لا ينبغي أن نخدع،